فاحنا هذه الانشطه اللي قايمين بها حاليا هو نشاط داخل في الاجواء ديال العلاقات الجديده بين المغرب والمانيا. هذه العلاقات اللي حنايا كشبكه دائما كنحاولوا بالعمل ديالنا اللي هو شرفي كنحاولوا نزيدوا في هذه العلاقات عن طريق خلق شراكات جديده في ميادين التعليم، في ميادين الطب، في ميادين البيئه، وكذلك كنحاولوا بالعمل ديالنا نقوموا باش الجاليه المغربيه في المانيا يكون عندها واحد اندماج احسن، بحيث تكون عندها فعاليات احسن لا في المانيا ولا في المغرب. دونك هذا الكتاب هذا كيحكي قصص وحكايات ممتعه لمغاربه العالم، ناس جاوا من الجيل، ناس من الجيل الاول، من الجيل الثاني، طالبات، طلبه، كلهم كيحكيوا قصص ديال الحياه ديالهم في المانيا. وعن طريق هذا الكتاب هذا غيتعرف المجتمع الالماني اكثر واكثر على مدى فعاليه هذه الجاليه في المانيا، وتعطي لها واحد التكريم وتعطي لها واحد الرؤيه جديده في المجتمع الالماني وكذلك في المجتمع المغربي. كنحاولوا بالشبكه ديالنا دائما نعملوا مشاريع كثيره في المغرب، مشاريع في ميدان الطاقه، مشاريع في ميدان التربيه والتعليم، باش يبقى العلاقات والاتصال ديالنا دائما مع البلد المغرب، باش حنا نشاركوا في هذا التقدم اللي كيحصل في المغرب. هذا الكتاب هذا فيه بزاف الكفاءات، ولكن فيه كذلك ناس من الجيل الاول اللي هما ما عندهمش تعليم عالي ولا دراسه عاليه، حتى هما كان عندهم واحد الدور كبير لعبوا في هذا الكتاب وتكلموا حتى هما على الحياه ديالهم وتكلموا. ما نساوش انه الجيل الاول، تقريبا الجيل الاول اللي كان مشى في الستينات المغرب، كانوا كل جيل مشى باش العمل للعمل، ومشاو في واحد الوقت اللي المانيا كانت عاد كتبنى بعد الحرب العالميه الثانيه، فكان العمل ديالهم جد مهم وجد المجتمع الالماني استطاعوا يبنيوا ويعاونوا في بناء المانيا بعد التدريب بعد الحرب العالميه الثانيه. هي الجاليه المغربيه اللي كانت في المانيا بزاف الناس ما كيعرفوش عليها بزاف، ولهذا حنايا ساعدنا في ترجمه هذا الكتاب ليعطي فكره على الكفاءات اللي كاينين، الكفاءات المغاربه اللي كاينين في المانيا. وحنا كنشوفوا هذه مهم لانها كتساعد على التبادل والتفاهم بين المغرب والمانيا، وهذا يخلي ان حتى العمل يقدر يزيد يتطور بين البلدين. هما المغاربه اللي كاينين في المانيا يقدروا يلعبوا واحد الدور بحال واحد الجسر بين البلدين، لان بعض المرات حتى الالمانيين والمغاربه المسؤولين ما كيتفاهموش مزيان، والمغاربه اللي كاينين في المانيا يقدروا يلعبوا واحد الوسيط في هذا المجال. حنا الهدف ديالنا الاساسي هو ان ندعموا البحث العلمي في المغرب، وان نعطيو الامكانيات لكليات القانون هنا في المغرب باش يناقشوا مواضيع اللي بالنسبه لهم مهمين للبلاد، لتنميه البلاد، ونعطيهم الفرصه يكون نقاش، يكونوا افكار جديده اللي كتساهم في تنميه البلاد.